منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أبرز العناوين. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتعزيز الأسطول الجوي الجزائري. إطلاق عملية فتح الأظرفة لاقتناء 15 طائرة جديدة. منتدى الجزائر للاستثمار يبحث استحداث ديناميكية تنموية متكاملة وطنيا ودوليا. وتركيا ضيف شرف الطبعة الثانية للمنتدى. في الذاكرة الوطنية، معلم تاريخي بمقاطعة سان دوني الفرنسية تخليدا لتضحيات شهداء الثورة التحريرية المظفرة في مسيرة الكفاح من أجل التحرر من نير الاستعمار. دوليا، وفي المغرب تواصل موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاجتماعية المزرية والإمعان في سياسة التطبيع والتوغل الصهيوني في مفاصل الدولة. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتعزيز الوصول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية، تمت أمس عملية فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة بحضور المصنعين المشاركين في الاستشارة ومحضر قضائي، وذلك لتوسيع شبكة النقل الجوي. ويدخل هذا ضمن سياسة قطاع النقل الذي يسعى لتحديث قدرات وعصرنة وسائل شركة الخطوط الجوية الجزائرية. في الشأن البرلماني، ترأس رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أمس اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. كرس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، وكذا برامج والعمل المقترحة من قبل اللجان الدائمة للمجلس للدورة البرلمانية 2022-2023. هذا بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب ومسائل وقضايا تنظيمية أخرى. فبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس الأمة، توجه مكتب المجلس برئاسة صالح جوجيل بأخلص تهانيه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعبره عموم الشعب الجزائري على إثر النجاح الباهر لفعاليات القمة العربية 31 التي جددت الوعي بمركزية القضية الفلسطينية وواءمت القرار العربي مع مستجدات الراهن، ووحدت الإدراك العربي الجامعي بضرورة تفعيل أدوات العمل العربي المشترك. برلمانيا دائما، وفي جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ناقش أمس نواب المجلس مشروع القانون المتمم للأمر رقم 0603 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. ترأس أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة تناول عددا من الملفات. ففي مجال العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ويندرج مشروع هذا النص في إطار مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد تحصيل عائدات الفساد وسد بعض النقاط المسجلة في الإطار التشريعي الحالي. وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. في مجال المالية، قدم وزير المالية مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وبالتالي يستهدف التعديل المتوخى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف القائم على الأداء والنجاح.
في مجال تحلية مياه البحر قدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر وتنظيمها وسيرها. يجدر التذكير بأن مشروع هذا النص يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية. في مجال النقل قدم وزير النقل عرضا حول مدى تنفيذ خريطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع. بهذا الشأن تم استعراض كافة الأعمال المنجزة في هذا الإطار الموزعة على عدة محاور. في مجال الصحة استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة حول خريطة الطريق الخاصة بالقطاع. قد تم إعداد هذا المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المسجلة في مجال التكفل بالمريض على مستوى هياكلنا الصحية. في مجال البيئة استمعت الحكومة لعرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حول مشروع تهيئة بحيرة أرغية. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد من ولاية المغير أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية المختلفة. مراد وخلال زيارة تفقدية قادته إلى الولاية طالب مؤسسات الإنجاز بضرورة تسليم المشاريع التنموية في أجالها، كما أبرز في لقائه بممثلي المجتمع المدني جهود الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. والتغطية لمنال عبدش. مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 3، رفع طاقة التوزيع العمومي للغاز الطبيعي وإنجاز مستشفى بسعة 120 سرير، مشاريع وأخرى عينها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في زيارة عمل وتفقد لولاية المغير، وقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بها، حيث طالب مؤسسات الإنجاز بضرورة تسليمها في أقرب الآجال. في سياسة إرادية من قبل السيد رئيس الجمهورية يريد أن يخرج هذه الولايات من الظروف الصعبة التي تعيشها، ويريد أن يوظف أحسن توظيف كل ما تزخر به هذه الولايات. علينا فقط أن نعرف هذه الثروة هذه وأن نستنبطها وأن نوجهها أحسن توجيه. من طبيعي أن يكون هناك دعم من قبل الدولة، الجهد تاع الدولة يبقى دائما يمشي. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التقى بممثلي المجتمع المدني لولاية المغير، حيث استمع إلى جملة من انشغالاتهم المتعلقة بواقع التنمية، وأكد أن الدولة حريصة على بذل كل الجهود اللازمة لتحسين المستوى المعيش للمواطن. الكل يعلم أن السيد رئيس الجمهورية منذ 3 سنوات عندما نوى أن يترشح قدم برنامج وقدم 54 تعهد، كل التعهدات تهدف إلى تحسين المواطن وجعل المواطن المحور الأساسي لاهتماماته. دعم ومرافقة الدولة للبرامج التنموية بولاية المغير متواصلة، فالهدف الرئيس تحقيق إقلاع اقتصادي يليق بما تتوفر عليه الولاية من مؤهلات وإمكانات. تقويا أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب من ولاية ميمون أن نسبة الربط الكهربائي للسكنات ستصل إلى 99% قبل نهاية السنة القادمة، مشيرا إلى أن المحول الكهربائي الجديد بتيميمون سيعطي دفعا كبيرا للشبكة الطاقوية بالولاية. والتغطية لهشام سعدوتي. مشاريع طاقوية مختلفة استفادت من هذه الولاية الواعدة، وتمشيا مع جغرافية المنطقة، مشروع توليد الكهرباء بالألواح الشمسية بسعة 9 ميجاوات يوميا قيمة مضافة في طاقة الكهرباء بالمنطقة. مشروعين مبرمجين يعني في ولاية ميمون، محطة تحويل كهرباء 220 60 كيلو فولت، وأيضا محطة تحويل كهرباء 60 30 كيلو فولت. يعني هذوما راح يجوا يعزوا يعني الطاقة في ولاية، راح تكون هناك إضافة عن 120 ميجاوات. توسيع شبكة التغطية بمدتي الكهرباء والغاز لساكنة الولاية بقصري زقور والواجدة. راح تصبح الولاية من الولايات المميزة في الشبكة الكهربائية التوتر العالي جداً.
فبهذه العملية راح تسهل على صون الغاز من بسط شبكة كهربائية متميزة لهذه الولاية تغطي كل حاجيات الولاية. الولاية بمقوماتها الفلاحية والسياحية والمنجمية والمشاريع الطاقوية المنجزة والمبرمجة من شأنها الدفع بالتنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي والانعكاس الإيجابي على أهل المنطقة. عندنا ملفات كثيرة فيما يخص إنشاء محطات مناطق صناعية وكذلك مناطق نشاطات، وبطبيعة الحال سوف يتم ربط هذه المناطق بمصادر طاقة سواء الغاز أو الكهرباء. إذن هذه المشاريع هذه تم تسجيلها لصالح تيميمون والتي سوف تنطلق في الإنجاز في السداسي الأول لسنة 2023 وسيتم إنجازها في ظرف قصير جدا، سوف تساهم بإقلاع اقتصادي حقيقي على مستوى الولاية. وبكل ذلك أضحت تيميمون تملك كل مقومات الإقلاع الاقتصادي في إقليمها والتنمية المحلية. في مجال الاستثمار افتتحت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الطبعة الثانية لمنتدى الجزائر للاستثمار تحت شعار تعالوا لنستثمر. المؤتمر الذي أشرف على افتتاحه وزير الصناعة أحمد زغدار أحضره أعضاء من الحكومة وممثلون عن الدول المشاركة، ستكون فيه تركيا ضيفة شرف. ستناقش الطبعة مؤشرات التعافي الاقتصادي الجزائري خاصة في ظل إرادة الدولة القوية في تهيئة مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين. التغطية لسهام موسى رزوك. الجزائر البلد القارة تتجه وفق نظرة استشرافية نحو وضع استراتيجية جديدة لترقية القطاع الصناعي وفق قانون الاستثمار الجديد الذي وضعته الدولة، وهو من ضمن ما ركز عليه مؤتمر الجزائر للاستثمار بمشاركة أزيد من 400 مشارك بين وطني وأجنبي. تشجيع الاستثمار وتكييف مزايا الاستثمار وفقا للسياسات الاقتصادية المعتمدة وتحسين مناخ الأعمال لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة. هي محطة تبادلات تعريف الجزائر وما تقدمه من مزايا في مجال الاستثمار في جميع المجالات. الغرض من المؤتمر هو أن نبين فرص الاستثمار في العديد من المجالات في الجزائر. عندنا أن فوكس في السنة هذه على قطاع المناجم مثلا، قطاع السياحة، قطاع الاقتصاد الأزرق والفلاحة والصناعة التحويلية. المؤتمر محطة ديناميكية تحمل فرصا للاستثمار في الجزائر كالشركة التركية ضيف المنتدى. العلاقات التجارية تطورت وتوسعت، التصدير من تركيا إلى الجزائر ارتفع إلى 17% ووصل إلى 1,700,000,000 دولار، والاستيراد إلى 50% ووصل إلى 2,250,000,000 دولار، والتجارة المتبادلة نتمنى أن تصل إلى 5,000,000,000 دولار بين البلدين. ويرى خبراء المنتدى أن مناخ الاستثمار في الجزائر سيسمح لها بتنويع صادراتها. الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة هذه خاصة في سنة 2022 صدور قانون جديد للاستثمار. هذا القانون الجديد جاب عوامل إيجابية وخلق جوع من الثقة في عملية ما يسمى الاستثمار. اليوم كل الأجانب والمستثمرين المحليين يشوفوا من هذا القانون الجديد شيء إيجابي، يعني فيه مناخ جديد للاستثمار في الجزائر. لازم نستغلوا هذا القانون حتى نجذب أكبر عدد ممكن من مستثمري أجانب والجزائريين. يمكن للجزائر أن تصدر نحو تشاد منتوجات مثل زيت الزيتون ومواد أخرى لا نملكها في بلادنا، ولهذا نحن نحاول في الإسراع في تكوين لجان بين الجزائر وتشاد. مناخ الأعمال واعد وفق سياسة اقتصادية ستخرج الجزائر من تبعيتها في التصدير خارج قطاع المحروقات. استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس وزير الثروات الطبيعية التركي فتيح دونمس.
خلال اللقاء رحب الجانبان بنوعية علاقات التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في مجال تطوير وتعزيز الشراكة في قطاعي النفط والغاز. في حديثنا اليوم على تطوير العلاقة في المناجم، وراح يكون اجتماع غدا إن شاء الله ما بين الوكالة الوطنية للجيولوجيا وكذلك تطوير المناجم مع الوكالة التركية لتطوير المناجم للبحث عن سبل إنشاء أول شركة جزائرية تركية في مجال المناجم وتطوير المناجم. نحن نرحب بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. سنة 2020 بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 4 ملايير دولار، ونتوقع أن تبلغ نهاية هذه السنة 5 ملايير دولار. بمناسبة اليوم الوطني للحرفي، أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي على إحياء حفل بقصر الثقافة مفدي زكريا، كرم فيه العديد من الحرفيين بحضور بعض الوزراء، كما تم إطلاق منصة أنامل لمساعدة الحرفيين على تطوير أعمالهم. والمتابعة لمحمد عيشي. اليوم الوطني للحرفي بالنسبة لمصطفى هو فرصة لعرض تحفه الفنية المصنوعة من الخزف والفسيفساء. الفن هذا باش تعلمته كانت هواية في الستينات، ومن بعد تحت لي فرصة دخلت الفنون الجميلة. السيراميك باش تدير الإنجاز تاعها موش سهل، فيه أنواع تاع المواد الأولية، وتبقى نقول نستمر وتنوع أشكال وأنواع. تطوير هذا القطاع من خلال وضع استراتيجية ترافق الحرفي وإنشاء غرف للحرفيين تسمح بخلق مناصب شغل وتساهم في تلبية الحاجيات من توفير المنتجات والخدمات المختلفة. أشرفنا اليوم بمعية بعض الوزراء على الاحتفال باليوم الوطني للحرفيين، وذلك اعترافا بما تجود بهم أنا منهم وماذا يقومون به للحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري. قمنا بعرض مؤخرا مشروع مرسوم الذي صدقت عليه الحكومة لفتح غرف جديدة على مستوى هذه الولايات الجديدة التي تفتقر لهذه الهياكل، حتى ترافق كل حرفيين متواجدين على مستوى هذه المناطق. ويبقى 9 نوفمبر يوم عرفان وتقدير لمجهودات الحرفيين في شتى المجالات. في الذاكرة الوطنية وبمقاطعة سان دوني الفرنسية، معلم تاريخي من إنجاز الفنان رشيد قريشي تخليدا لذكرى شهداء الثورة التحريرية المظفرة ومن ساندهم من المتضامنين الفرنسيين في مسيرة الكفاح. المناسبة كانت لدعوة الحكومة الفرنسية لتجاوز سياسة الإنكار التاريخي من خلال الاعتراف بطبيعة الاستعمار وجرائمه. مراسلة التلفزيون من فرنسا عفاف بلوشت. لعملية إسدال الستار هذه رمزية خاصة. اليقظ عمل فني من توقيع الفنان رشيد قريشي الذي تم تدشينه في الفاتح من نوفمبر الماضي في هذه الحديقة التي تزيد مساحتها عن 400 هكتار في مقاطعة سان سندوني، تخليدا لذكرى شهداء ثورة التحرير ومن سندهم من الفرنسيين خلال مسيرة الكفاح الطويلة. أعتمد كثيرا في أعمالي على الظل والضوء. الظل رمز الوفاء، اليوم هو يوم مشرق، وها هو الظل يطل على الأرض والمروج يسجل حضور ذاكرة من ليس معنا. أردت فعلا أن أنجز رمزا قويا للمناضلين الجزائريين وللفرنسيين الذين ناضلوا مع القضية الجزائرية. وفاء كوفاء الفنان لكل موعد مع تاريخنا العريق الذي ينتهزه فرصة لإنشاء والتبرع بتحفة فنية مميزة، كما كان الحال مع المقبرة التذكارية لجناح الأمير عبد القادر الذي منحها لقلعة أمبواز، مواقف تحسب على أصالة الفنان التي أشاد بها سفير الجزائر في فرنسا خلال حفل تدشين. الفنان قريشي اقترب كثيرا في إبداعاته هذه، مع الميزة التي يكتسيها في هذه الحديقة الخلابة. شخصيا أراد أن يصمم هذه التحفة. نحن لا نملك إلا أن نحيي هذا الفنان المناضل والوطني.
وتدرج هذه المبادرة في جدول برنامج خاص بالاحتفالات بالذكرى 60 لاستقلال وطننا في هذه المقاطعة الفرنسية التي دعا رئيسها الحكومة الفرنسية إلى تجاوز سياسة الإنكار التاريخي من خلال الاعتراف بطبيعة الاستعمار وجرائمه. مبادرة نالت استحسان العديد من الجمعيات وسكان هذه المقاطعة التي كانت نقطة انطلاق حشد كبير من المتظاهرين في 17 أكتوبر 61، خاصة وأن هذا الاحتفال يعتبر سابقة من قبل مسؤول فرنسي منتخب في يوم اندلاع حرب التحرير الوطنية. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمات المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 18 نوفمبر الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عملية منفصلة عبر التراب الوطني. في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 54 تاجر مخدرات، أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب11 قنطارا 95 كيلوغراما من الكيف المعالج. هذا فيما ضبطت كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب649,838 قرصا. بكل من تمن راس وبرج باجي مختار وإنجزام وجنت تندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 379 شخصا، ضبطت 23 مركبة، 298 مولدا كهربائيا، 146 مطرقة ضغط، 11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات، معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 37 شخصا وضبط 25 بندقية صيد و 33,854 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب342 طنا، وكذا 53 قنطارا من مادة التبغ وأزيد من 31,000 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بأزيد من 12,300 لتر بكل من تيمن راس وتبسة وسوق راس والطرف. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، أنقذوا 161 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 166 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. دوليا الآن، وفي الشأن الفلسطيني، استشهد أمس شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين. كما استشهد شاب فلسطيني آخر فجر أمس، وإصاب 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مقام يوسف شرق مدينة نابلس. هذا وشهدت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت العشرات من الفلسطينيين. إلى ذلك، سيقوم وفد فلسطيني برئاسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مطلع الأسبوع المقبل بجولة تشمل عددا من دول العالم بهدف حشد الدعم لحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. في الولايات المتحدة الأمريكية، تتوالى النتائج الأولية في الظهور تباعا مع استمرار فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشيوخ
فيما لم تتضح بعد نتائج الاقتراع في الولايات الحاسمة، أظهرت التقارير الأولية تقدما طفيفا للجمهوريين لانتزاع عدد من المقاعد التي كان يشغلها الديمقراطيون بمجلس النواب، بينما أشارت إلى احتمال أن يكون للديمقراطيين فرصة للمحافظة على مقاعدهم في مجلس الشيوخ. هذا وشهدت الانتخابات النصفية منافسة قوية بين الحزبين على خلفية الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية. في المغرب تتواصل الحملات الرافضة للسياسة السهو التطبيعية للمخزن الداعية إلى وقفات احتجاجية، حيث يشهد الشارع المغربي غليانا متصاعدا بسبب سياسة تكميم الأفواه وإعطاء الأفضلية للصهاينة في شتى المجالات. التقرير لأحمد خير الدين. التكريس المخزني للتطبيع مع الكيان الصهيوني يقابله سيل من الحملات الرافضة لسياسة السهو التطبيعية، وقفات احتجاجية يشهدها الشارع المغربي لأسابيع متتالية ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة بعدما أقدمت السلطات المخزنية على قمع الأصوات المطالبة بوقف التدنيس الصهيوني الذي طال عددا من المواقع الأثرية في المغرب. ووسط دعوات إلى وقفة احتجاجية ضد التكريس المخزني للتطبيع مع الصهاينة، يسارع المخزن الخطى نحو تعبيد الطريق للاستعمار الصهيوني الذي توغل في كل مفاصل المؤسسات عبر الأدوات العميلة للأجندة الصهيو التطبيعية. المعاناة اليومية للمواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة خلفتها الأزمات المتعددة والمتشعبة بدأت تتجلى في حجم المظاهرات المنددة بغلاء المعيشة ومحاربة الفساد وسياسة تكميم الأفواه المنتهجة من قبل نظام المخزن. وأمام هذا الوضع أعلنت الجبهة الاجتماعية في المغرب لتنظيم مسيرة وطنية شعبية للاحتجاج على غلاء الأسعار وسياسة التطبيع رغم كل الاحتجاجات والنداءات التي باتت تصدح بها حناجر الجماهير الشعبية المسحوقة من قبل نظام المخزن. ونختم النشرة بالرياضة، حيث لعبت أمس مباريات الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وعرفت فوز المتصدر شباب قسنطينة بهدف نظيف أمام نجم مجرى، فيما عدا شباب بلوزات بثلاث نقاط بعد فوزه على مضيفه أولمبيا شلف بهدف نظيف، كما حقق وفاق وسطيف فوزا ثمينا على أتلتيك باغادو بثلاثة أهداف لهدف خارج الديار. من جهتها حققت مولودية الجزائر الفوز الثاني تواليا بعدما تفوقت على هلال شلغوم العيد بهدف نظيف على أرضية ميدانه. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة. إلى تكون هذه السلامة.